اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. قبل ايام على وسائل التواصل الاجتماعي كتب مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري منشورا قال فيه، يعني دعا فيه اتباعه الى ما اسماه تصفيه ساحات التظاهر من الشوائب، وهي دعوه صريحه للنيل من المتظاهرين بشكل واضح جدا جدا، بعد ان يعني تبين لمقتدى الصدر ولكل اطراف العمليه السياسيه ان وضعهم، وضع العمليه السياسيه سيء جدا جدا، وان الثوره قادمه بموجتها الكبيره، قادمه لا محال، وانها يعني ستجرفهم كلهم وستمحوهم. لذلك يريد ان يستبق الامور توطئه للقضاء على الثوره قبل انطلاقتها بشكلها، يعني بموجتها الكبيره القادمه. الحقيقة هذا يعيدنا حديث مقتدى الصدر إلى بدايات ثورة تشرين. عندما بدأ ثورة تشرين في 21 أول عام 2019 العام الماضي، وخرج الشباب بأعداد كبيرة، يعني حتى قبل خروجها، عندما كانت الدعوات لخروج هذه الثورة، يعني خرج مقتدى الصدر بمنشورات كثيرة وتوجيهات كثيرة يتبرأ فيها من هذه التظاهرات ويقول إنها لا تمثله، ويدعو فيها إلى عدم الخروج في هذه التظاهرات. كان يريد أن يقول للعراقيين أنه هو الوحيد، هو وتياره من يستطيعون إخراج التظاهرات، وهم من يمتلكون زمام الشارع. لكن مع خروج التظاهرات وبأعداد كبيرة جدا جدا وانطلاق الثورة في كل الساحات في بغداد وفي محافظات الوسط والجنوب في العراق، اكتشف مقتدى الصدر أنه هذه الفرية، أنه هو الوحيد الذي يمتلك الشارع ويستطيع إخراج التظاهرات، هذه قد سقطت من بين أيديه. فأراد أن يعيد نفسه مرة أخرى إلى الشارع، فأصدر بيانات وتوجيهات إلى أتباعه بتبني التظاهرات ودفع بهم إلى ساحات التظاهر لكي يكونوا مع المتظاهرين. وبدأ يعني يغرد ويتحدث عن دعمه للتظاهرات، لكن وهذه كانت محاولة منه، محاولة مكشوفة جدا جدا لركوب الموجة، حال الكثيرين الذين حاولوا أيضا ركوب الموجة وفشلوا، ففشل هو أيضا. أراد أن يركب الموجة ويجير التظاهرات لصالحه ويكسب على حساب يعني شركاء بالعملية السياسية، ومن ثم ينهي التظاهرات بالوقت الذي يريده بعد أن يعني يحقق المكاسب التي يريده. وهذا ما يفعله في كل التظاهرات السابقة التي حصلت، ولنراجع كل تظاهراته سنجد هذا الحال. يعني هذه غايات واهداف مقتدى الصدر من تظاهراته. ففشل، المتظاهرين وقفوا ضده واتهموه بانه هو جزء من العمليه السياسيه، وانهم خرجوا ضد العمليه السياسيه التي انهكت البلاد وهو جزء منها، ولديه 56 نائبا في البرلمان، ولديه اكثر من 6 وزراء، لديه الكثير من المسؤولين في مرافق الدوله، الكثير منهم يعملوا في مرافق، اذا هو جزء من هذه العمليه وجزء من هذا الخراب الذي حل بالعراق. فبالتالي لم يستطع مقتدى الصدر أن يجير التظاهرات، رغم أنه جاء من إيران مع انطلاق التظاهرات، حاول أن يركب الموجة لكنه فشل، فاضطر إلى العودة إلى إيران بحجة العودة إلى الدراسة وتكملة دراسته الدينية هناك في الحوزة الإيرانية. هكذا ادعى. مع مرور الأيام ويعني استمرت محاولات مقتدى الصدر لركوب الموجة، ودفع بأعداد أخرى من جماعاته من أتباعه لكي يكونوا في الساحات ويتغلغلوا فيها، لكنه لم يستطع الحقيقة. مع مقتل قاسم سليماني بغارة أمريكية، هو وأبو مهدي مهندس، ظهر مقتدى الصدر في إيران مجتمعا مع قادة فصائل ولائية إيرانية من الميليشيات، ومن بينها عصائب اهل الحق الذي يعني الذي يصرح ليلا نهار مقتدى الصدر بانه ضدهم، ولديه معهم خصومه كبيره ولا يمكن ان يتصالح معهم. فاذا به يجتمع معهم ويقررون اجراء يعني انطلاق تظاهرات كبيره في بغداد ضد الامريكان، مليونيه يسموها. لكن هذه التظاهرات ايضا فشلت، وكانت الغايه من وراها ان تغطي على تظاهرات ثوره تشرين، وبالتالي لكي يقولوا ان التيار الصدري هو المسيطر على الساحه، فشلت في اعداد قليله من المشاركين وفي الدعوه اليها وفي مشاركه يعني المتظاهرين فيها.
بشكل واضح بأنهم مجبرين على هذا الموضوع، ففشلت هذه التظاهرات، الأمر الذي دفع بمقتضى الصدر مباشرة إلى دفع جماعته للنيل من التظاهرات، وبدأ يعني ينشر الكثير من الكلام عن وقوفه ضد التظاهرات وأن التظاهرات قد انحرفت، وهكذا بدأ يتهم التظاهرات اتهامات كثيرة الحقيقة، ويتهم المتظاهرين، ودفع بما يسمى بأصحاب القبعات الزرق إلى بغداد وإلى النجف وإلى كربلاء وكثير من المحافظات للنيل من المتظاهرين. وشاهدنا يعني في ساحة التحرير وفي ساحة النجف وفي كربلاء الكثير من الاعتداءات التي راح ضحيتها الكثير من الشهداء من الشباب على يد جماعات القبعات الزرق التابعين للتيار الصدري، الحقيقة جماعة مقتدى الصدر. وفي وقتها قال أنه سيعمل تحقيقا في قضية النجف، ولم يعمل هذا التحقيق، وانفضحت الحقيقة، فضحت هذه المحاولات، وهو كان يعتقد أنه هذه المحاولات ستؤدي إلى انكسار التظاهرات، لكن دخول الطلبة بشكل قوي جدا إلى الساحة وبأعداد غفيرة بمئات الآلاف من المتظاهرين، هذا أثار غضبه بشكل كبير، وخاصة أن الطلبة وقفوا ضده وهتفوا ضده واتهموه بالخيانة. لذلك بدأ ينشر يعني على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات كثيرة تدعو إلى عودة الطلبة إلى الدراسة، وأنه حريص على الدراسة وعدم قطع الطرق، وبالتالي وجه جماعات الوقوف مع الأجهزة الأمنية لمنع الطلبة من الخروج من المدارس والجامعات، هكذا وكأنه حريص على التعليم والمعلومات. لا مقتدى الصدر ولا غالبية جماعتي هم لهم أي علاقة بالتعليم الحقيقة، فما حدا مما بدأ لكي يهتم بالتعليم، وهم 17 سنة التيار الصدري هو بالعملية السياسية لم يدافع عن التعليم، ولم نشاهده يعني نصيرا للمتعلمين، ووقف ضد الحكومة وطالب بزيادة حصة التعليم في الموازنة وفي بناء المدارس وفي التعليم، هذه كذبة كبيرة الحقيقة. فالرجل طبعا معروفة ومواقفة من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، يتقلب بسرعة، حتى أن يعني الإعلام البريطاني يسميه الرجل الزيبق، لأنه لا يمكن مسكه ولا يمكن الاعتماد على آراءه ولا يمكن الثبات على مواقفه. موقفه صباحا يمكن أن يتغير ظهرا ويتغير مساء إلى يعني 180 درجة عكس ما كان عليه أول رأي. فبالتالي هو الرجل متقلب ومعروف عنه لا يثبت على رأيه. وهكذا مقتدى الصدر يعني توعد لإيران بأنه قادر على إنهاء هذه التظاهرات، وأنه الرقم واحد على الساحة السياسية، وأنه الرقم واحد في الساحة العراقية، لكن أيضا فشل في هذا الموضوع ولم يستطع أن يقضي على التظاهرات، رغم الدعايات التي قالها ضد المتظاهر، رغم أصحاب القبعات الزرق استخدموا السكاكين والمسدسات الكاتمة والأسلحة الكاتمة ضد المتظاهرين، قتل وتنكيل، لكنها كلها لم تنفع، ويعني ظهرت صور كثيرة لأتباع مقتدى الصدر يقفون ضد أم الشهيد هذه مهند بن نجف التي اتهمتهم بقتل ابنها وهي صادقة، وظهرت صورهم وهم يحلقون لبعض الشباب متهمين بأنهم أساءوا لمقتدى الصدر، ويذكرون بما جرى في لبنان جماعة حزب الله وحسن نصر الله الذين عملوا نفس الشيء وحلقوا لبعض الشباب وهانوا كرامتهم بسبب اتهامهم بأنهم أساءوا إلى حزب الله ولحسن نصر الله. فالقضية نفسها والتوجه نفسه وإيران نفسها ونفس التوجهات ضد هذه الشعوب. فبالتالي نعود مرة أخرى، مقتدى الصدر جزء من هذه العملية، جزء من هذه اللعبة، الآن يستشعرون أنهم في خطر وأن التظاهرات بموجتها الكبيرة قادمة لا محال وستمحوهم، ومهما فعلوا يعني لن يستطيعوا. والآن تقطع الطرق يعني جماعات هاي ميليشيات رفحة، لماذا لا يذهب ويوقفهم بجماعات القبعة الزرق وغيرها مثلما أوقف المتظاهرين ومثلما اعتدى عليهم؟ هذه قضية أخرى انكشفت الحقيقة وانكشف التضليل والرياء فيها. أترككم بخير، هذا ما يسمح به وقت هذه الحلقة، وألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله. إلى ذلك الحين، السلام عليكم. We'll be right back.